برغم تعدد علاقات عمر الشريف العاطفية الكتيرة جدا اللي ملهاش عد ولا حصر، لأن هي امرأة واحدة فقط اللي حبها، وده اللي قاله في حديث تلفزيوني وفي مرات كتيرة جدا، لدرجة انه قال ان هي المرأة الوحيدة اللي حبتها واللي قدرت تقتل الغربة وانا موجود برا مصر، هي فاتن حمامة. وده اللي كان بيقوله لما كان لسه بصحته، اما لما اصيب بالزهايمر فكان ناسي كل حاجة الا فاتن حمامة.